اهلا بيك يا فندم. مهندس سعيد الدسوقي، مدير عام التسويق بوزاره الزراعه. تمام، عايزين نعرف اسعار الاضاحي السنه دي. اسعار الاضاحي السنه دي احنا لحد دلوقتي احنا في اول شهر 6 بنبيع ب 69 جنيه البقري، وبنبيع ب 59 جنيه الجاموسي، وب 73 جنيه الاغنام. قد يتحرك السعر 2 او 3 جنيه او يفضل زي ما هو ان شاء الله. يوم 10/6 احنا هنحدد هذا الكلام طبقا لدراسه السوق، ودايما بنكون اقل. انا بقول دراسه السوق عشان انا دايما عندي تعليمات من معالي الوزير ومن الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج اننا نكون اقل من السوق لعمليه ضبط وتوازن في السوق. يعني الاسعار بتوصل للمستهلك بكام؟ لو حد عاوز يحجز اضحيه مثلا، او حد عاوز يعني انا حتى الان بقول لحضرتك انها ب 69 جنيه للبقري، 59 جنيه للجاموسي، 73 جنيه للاغنام، لكن على 10/6 هناك دراسه للسوق وهنحط السعر النهائي اللي هنقول للمواطن انت هتشتري قطعتك بكام. تمام، الحجز يبدا من اول امتى؟ هو لسه في كمان، بس حضرتك بعد اذنك، ان احنا بنقدم لحوم مذبوحه، ومعالي الوزير قايل من رمضان اننا بنبيع هذه اللحوم ب 135 جنيه للكندوز وب 125 جنيه للضأن، عشان برضو المواطن اللي مش هيقدر يحجز اضحيه يقدر يتوجه لمنافذ قطاع الانتاج وزاره الزراعه والمنافذ الاخرى التابعه لوزاره الزراعه، بس انا بتكلم عن الاماكن اللي بتخصني انا، يقدر يتقدم لها ويشتري كيلو 2 5 10 الحاجه اللي احتياجاته. باب الحجز بقى هيفتح من امتى؟ باب الحجز هيبدا من يوم 10/6 ان شاء الله، وهينتهي يوم 31/6، عشان ببدا اسلم الناس من 1 ذو الحجه ليوم 9 ذو الحجه. متوسط الاوزان قد ايه بقى؟ متوسط الاوزان من 300 ل 500 كيلو للابقار والجاموس، والاغنام من 35 ل 50 كيلو. لو حد بقى عاوز خلاص تمام ان هو يبدا يحجز، هيعمل ايه؟ ايه المطلوب منه؟ مطلوب منه حضرتك، احنا بنعمل منظومه دفع الكتروني، ده الحكومه كلها شغاله كده دلوقتي. هو بيتقدم لينا للاماكن، ثلاث اماكن في قطاع الانتاج، مركز البحوث الزراعيه، في منافذ التابعه لقطاع الانتاج، في المزرعه اللي احنا واقفين فيها، مزرعه جزيره الشعير بالقناطر. ثلاث اماكن دول موجود فيهم مميكنين، مكان يتبع البنك، بيجي هو يتقدم بيقول انا عايز ايصال حجز، بيحجز العجل او الخروف بالقيمه اللي هتحدد، وبيدفع بدفع الكتروني بالمكنه، بتوصل للبنك في ساعتها يعني. تمام، الاستلام بيكون بعد قد ايه؟ فندم الاستلام من 1 ذو الحجه. احنا بنلتزم بهذا، من 1 ذو الحجه ل 9 ذو الحجه.